عشان ايه؟ انجزكم في السريع. سامعني في فطار جماعي. ادخل بسرعه. احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله مش هيكون فيه ليكتشر، تمام؟ بحيث ان انت الميتر تركز على حد محاضره النهارده، يبقى الكام جزء دول هم دول اللي هيجي فيهم الامتحان، تمام؟ وطبعا هراعي موضوع الامتحان ان انا نص ساعه، دكتور اشرف نص ساعه، فان شاء الله مش هيبقى فيه يعني مزاوله في جزء، هتكلم على جزء. لان انا عارف جزء الدكتور اشرف ساعات بيبقى طويل شويه، فانا براعي الحته دي في الجزء الكامل. هو مساله او حاجه وكام سؤال نظري، فيعني الموضوع ان شاء الله ما يبقاش فيه مشكله، تمام؟ بص معايا، احنا كلامنا برضو ما زلنا في موضوع الهرس، صح؟ بس اللي هنتكلم فيه النهارده هيفرق كتير جدا في الطلبه اللي هتشتغل مشروع تخرج ديستريبيوشن. ان هو بيضطر او محتاج يعمل ايرسنج، عايز يعرف ايه نظام الايرسنج اللي هيعمله والكلام ده كله. احنا خلاص عرفنا الايرسنج في السب ستيشن بيتعمل ازاي وانواع الايرسنج، يعني كوندكتورز، اتكلمنا حاجات كتير. تعالى بقى نتكلم على الانظمه اللي هي بتستخدم في اللو فولتج ايرسنج، فده هنتكلم عليه النهارده. ندي بس بدايه كده. الالكتريك شوك واضح ان هي من التو فيجرز اللي قدامك ان هما تو تايبس، صح؟ واحد اسمه دايركت شوك والتاني ان دايركت شوك. ايه الفرق ما بين واحد يبقى يتكهرب دايركت وواحد تاني بيتكهرب بطريقه ان دايركت؟ هوريك كذا صوره. الباشا ده كده اسمه دايركت شوك، ده كده، وده ان دايركت. ها حد لقطها؟ كانه بيلمس البودي بتاع جدع، بيلمس البودي بتاع المكنه. الان دايركت واحد قال لي اهو كيس زي دي حصل مشكله جوه الماشين، انا ما لمستش اللايف كوندكتور نفسه، انا ما لمستش الاطراف بتاعت الكوندكتورز، لا ده انا كنت ساند او على ماشين او اي حاجه حصل جواها مشكله، وسي مثلا في كرنت ماشي جوه جسمي، فساعتها بيبقى اسمه ان دايركت. انما الدايركت شوك لا، ده واحد بيتكهرب كهرباء ايه؟ بيعمل تاتشنج مع الايه؟ مع اللايف كوندكتور، مع الطرف الحي زي ما بيقولوا، فساعتها ده بيتسمى الدايركت كونتاكت. طب لو انا عايز اعمل بروتكشن واحمي الشخص ده ان يحصل له دايركت كونتاكت، تتوقع اعمل له ايه؟ يبقى دلوقتي انا عايز احمي ده وعايز احمي الراجل ده. لو انا عايز احمي الدايركت كونتاكت ده فعلا اعمل ايه؟ بالظبط، بيقول لي حاول انك تعمل انسليشن لللايف بارت ده، او يبقى في اي بارير، في اي حاجه، ما يبقاش كده سهل ان انا كونتاكت كده مني فيبقى المس الحاجه فاتكهرب. ففي بعض الاجهزه حتى عندنا هتشوفها ان هو بيراعي وهو بيعمل لها انسليشن كده ان اللايف كوندكتورز بتاعتها يبقى ليها الحمايه بتاعتها تبقى حمايه عاليه جدا. يبقى ده الوحيد، عمر ما في حد بيسيب الباسبارز كده يعني، الا في معمل عندنا، معمل مثلا ده ما حدش بيدخله فعلا. لو دخلته ده المعمل ده قديم جدا، تحس ان حاجه اثريه. الباسبارز موجوده على الوول ماونتد، يعني على الحيطه كده، مفيش اي انسليشن خالص. فيبقى طبعا لازم نعمل انسليشن لللايف بار. طب الجدع يقول لي بقى لو انا عايز اعمل بروتكشن لواحد هيتكهرب ان دايركت، ان دايركت معناها ايه؟ معناها ان في مشكله حصلت جوه الموتور بتاعي وحصل انسليشن فيلير، فبدا ان في كرنت ماشي جوه جسمي. هو جميل، هنراعي طبعا موضوع الايرسنج اللي احنا بنتكلم فيه، بس احنا بنتكلم في اغلب الاوقات في البيت عندنا مفيش ايرسنج، صح؟ وبالتالي لو انا عامل تاتشنج كده مع ماشين ولا قدر الله في كرنت ماشي في جسمي بطريقه ان دايركت. بالظبط بالظبط. بص بقى، في اكويبمنتس رائعه جدا للناس اللي هي بتشتغل، حتى في بعض المهندسين منكم لما بيتخرج بيشتغل في مكان كده اسمه الكواليتي.
بيبقى هو مسؤول عن اختيار الاجهزه مواتير كلاسيكيشن بتاعتها الداتا بتاعتها كل حاجه. فالراجل بيقول لك في بعض الايكويبمنتس بعض المواتير بعض الايكويبمنتس الاجهزه بتبقى نوع الانسوليشن بتاع حاجه اسمها كلاس 2. الكلاس 2 ده بتبقى كده يا جماعه طبقتين انسوليشن، يعني ده اللايف بارت بتاعي بيبقى فيه طبقه بيزك انسوليشن وفي طبقه ثانيه سبلمنتري انسوليشن. طبعا ده بتبقى مكلف جدا ولكن ده بيضمن لا قدر الله ان لو حصل اي مشكله جوه الموتور او حاجه لا ده عليه دبل ايه دبل انسوليشن. طب دي طريقه الطرق التقليديه بتاعتنا ان انا اركب ريلي يحس ان في ايه تيار عالي، ما هو معنى ان حصل شورت سيركت معناه في تيار هنا هيقلق مش هيبقى التيار الفول لود هيبقى التيار شورت سيركت، فلازم استخدم حاجه اسمها اوفر كارنت. صح اوفر كارنت ده ريلي بيتحط على الفيزر يبدا يسنس التيار عالي يبعت اشاره للسيركت بريكر يفصل. لا ده في اوبشن ثالث جهاز جميل جدا حد سمع عنه اللي هو الايرسنج بتاع الايرسنج جدع السيركت بريكر بتاع الايرسنج اسمه ار سي دي ريزيدوال كارنت ديفايس. انا جايب لك كذا سلايد عن الار سي دي بمنتهى البساطه دول الطرفين بتوع اللاين ونيوتر السبلاير رايح وراجع. الار سي دي ده تركيبه كان في ترانسفورمر كده كور بيعدي جواه السلكين دول. سؤالي هو لو السيستم نورمال وانا مش متكهرب ولا اي حاجه مش التيار اللي هيمشي في الفرده دي هو الراجع مش اللاين ونيوتر هيبقوا نفس الاي؟ يعني لو الرايح 10 امبير الراجع 10 امبير الجدع يقول لي النت فاي بكام؟ ليه زيرو؟ ما هو الاي ده لما هيمشي كده هيعمل فاي في الكور اللي هو حوالين السلك في دايركشن معين. ولو الاي برافو ده في الاوبوزيت دايركشن فهيولد انذر فاي انذر لان الاي ده قد ده فالنت فاي يبقى بزيرو. فالراجل بيقول لو انت حاطط اي ريلي هنا اي حاجه هيبقى بزيرو مش هيسنس اي حاجه فيفضل السيركت بريكر مقفول. دوره امتى بقى؟ لما يحصل ان دايركت شوك ان الراجل بيقول لي كنت لامس الجهاز بتاعي وفي كرنت صغير جدا ماشى جوه جسمي وده بيحصل في البيت ان التيار الرايح 10 امبير بص الراجع كام 9.9 اهو هعمل نفس المشكله المحاضره اللي فاتت وقرفنا الجهاز فيه مشكله هيعمل كده وهيفصل ونضطر حد كده طويل يجي يفصل لنا فيشة الباور دي يركبها تاني. حد كده من الزملاء الافاضل يبقى طويل بس احنا هنسيبه بس يمكن اللمبه بتاعته غالبا فيها مشكله فبتتفصل شويه. انا دلوقتي هو شرط لما الكهرباء التيار كله يمشي في جسمي؟ ممكن تيار بسيط جدا يمشي في جسمي وباقي الكرنت يرجع تاني في نيوتر اصبح التيار الرايح والراجع مش زي بعض صح؟ وممكن يبقى الديفرنس ما بينهم صغير قوي. ميزه الار سي دي ده الفرق ما بين ال 10 امبير وال 9.9 اللي هو التيار هيبقى 0.1 امبير تيار صغير جدا هيولد فاي فالفاي ده يبدا ياكتف الريلي يبعت اشاره للسيركت بريكر يفصل. يبقى ده في ناس بتسمي الار سي دي بيسموه الايرث فولت ريلي ان ده ريلي وظيفته يديتكت هل في تيار مشى في الارضي ولا لا لان انتوا اكيد خدتوا انواع الشورت سيركت مش شرط كل الانواع يبقى في تيار مش في الارض بدليل انت مش خدت الانسيمتريكال فولت في نوع اسمه 9 تو 9 ان اثنين لاين لمسوا بعض يعني التيار يروح ويرجع في الفيزا الثانيه ما نزلش للارض. طب ساعتها هيديتكت ازاي ان في او الريلي بتاعي فساعتها مش هينفع عشان كده فعلا في البروتكشن بتاعتي زميلك بيقل افرض يا دكتور حصل شورت سيركت والتيار عالي ومفيش حاجه ماشيه في جسمي والتيار اللي فوق هو اللي بدل 10 امبير بقى 100 امبير رايح وراجع ساعتها الار سي دي مش هيشتغل فبيضطر يعتمد على نوع تاني اللي هو مين؟ اوفر كارنت ريلي. تمام؟ شوفوا لنا بالله عليك شوفوا لنا كده معلش انا ايه؟ لان المحاضره مهمه الامتحان اتحط فلازم تتهان عشان اجهزك الاسبوع الجاي. تمام؟ لا هو في دكتور سيركت بريكرز كده اتفضل هو ريكومندد ان احنا الار سي دي ده نركبه على كونتاكتور بدل ما يبقى دايركت على السيستم؟
يعني ايه علاقه كونتاكتور؟ هو ده بيبعت سيجنال دايما اصلا عمره ما بيدي سيجنال للكونتاكتور طبعا. اصل اللي موجود في الحقيقه بيبقى هو جهاز كده فاهم بيخش له اللاين والنيوترال ويطلع منه. لا هو بيبعت اشاره لريلي ما هو جواه في فاهم والريلي هو اللي بيبعت الاشاره. هو موجود يعني از برودكت ستير برودكت يعني. انت عايز تعمل انت واحد بقى وتاخد منه سيجنال. هو ممكن هو فكرته سهله على فكره. هو فكرته انك بتجيب كود وعادي جدا ممكن زي ما بقول لك كده في ناس تقول مش شرط السلكين يبقوا جوه الكود. لا ممكن يلف على جزء من الكود كده ويراجع على الجزء الثاني وبيبدا ده الكويل اللي بيسنسيتيف بتاع الريلي بتاعي. تمام هي فكرته سهله في طلبه بتعمله ويبقى انت براحتك باخد السيجنال اللي انت هتاخدها من الكويل ده شوف انت ناوي توديها فين. هو الاي سي بي باختصار لايه؟ اكسبوزد كوندكتيف بارت. اتفقنا ان الميتال بتاع الثلاجه من بره او الموتور او الجزء الخارجي اللي من بره ده اسمه اكسبوزد كوندكتيف بارت وهو ده المفترض ان هيتوصل منين؟ بالإيرث. اهو يا شباب يبقى واضح قوي ان ار سي دي وظيفته يديتكت الديفرنس ما بين التيار الرايح والراجع حتى لو الديفرنس ده صغير جدا. انا كان في فيديو جايبهولك يعني مش وقته بقى عشان نلحق قبل ما العدسه تتفرج عليه ان برضو بيوريك فكره الار سي دي ان التيار طول ما التيار اللي رايح هو هو التيار اللي راجع خلاص يبدا دوره اول ما يحصل عندي مشكله فيبدا يسنس ايه؟ يسنس الديفرنس ما بين التيار الاون الجو والتيار الريتيرن او حصل مشكله في الفيشه نفسها حصل مشكله في الجهاز. المهم ان انا في ان دايركت شوك او في كرنت هيبدا يمشي بجسم الانسان فاصبح التيار اللي رايح مش هو مين؟ مش هو اللي رايح حتى ولو الفرق بسيط جدا على فكره. فساعتها بيقول لي الفرق البسيط ده مين اللي يقدر يلقط في ديتكت الكلام ده كله؟ مش الاوفر كرنت ريلي لا الار سي دي بتاعه. تمام؟ وهل انتوا في البروتكشن خدتوا الاوفر كرنت ريلي وتركيب دكتور هشام شرح الكلام ده؟ لسه. طب احنا بس الفيديو اتفرج عليه بقى عشان ما فيش وقت. ركز جدا في الجزء ده. لو فولتج ايرثنج سيستم دكتور انا السبلاي دلوقتي بيغذي اللود صح؟ هل السبلاي لي ايرث واللود لي ايرث؟ يعني هل اللود بتاعي العماره بتاعتي بيتعمل لها ايرث لوحده والسبلاي اللي بيغذيني الترانسفورمر وقطه الترانسفورمر معمول لها ايرث؟ ولا انا ممكن استخدم نفس الايرث بتاع السبلاي؟ ولا في مش محتاج ايرث ولا في احتمالات كتير؟ قال لي ففي اكتر من سيستم وهم 3 سيستمز هتشوفوهم مشهورين جدا واتفقنا هدف الايرثنج سيستم ان اعمل بروتكشن للجهاز واعمل بروتكشن لمين؟ للبيرسونز للاشخاص ان احميه ان يحصل له ايه؟ الكتريك شوك. يا جماعه الارضي في البيت مهم. ده في طلبه بتقول لي انا ساعات بطفي الانوار كلها في البيت ولا اللمبه بترعش. يا اللمبه بترعش معناه ان في ليكج في تيار تسريب بيمشي. فللاسف التيار ده المفترض لو في ارضي كانت سحب على طول في الارضي عمره ما يمشي في السيركت بتاعته اللاين نيوترال. واكيد ده بيحصل في بعض الشقق وبيوت كتير بتلاقي عندها المشكله دي حلها الوحيد هو الايرث مش حدش يشتغل او ان بقى الترانسفورمر اللي انا بيوصل لي واكيد الترانسفورمر ده الستار بتاعته ليها ايرث فحلها الوحيد ان انا بشلت طرق كده ناس بتعملها ان في العماره يحاول يعمل حاجة اسمها أرضي كده صناعي. بص ثلاثة سيستمز موجودين عندنا في اللو فولتج. واحد اسمه دي تي والتاني اسمه تي ان والتالت اسمه ايه؟ اي تي. هما تو ليترز. الفيرست ليتر ده اللي هو الليفت ليتر. حرف التي ده عارف معناه ايه؟ ده بتاع السبلاي. وده بتاع مين؟ بتاع الانستاليشن فريم، يعني ده بتاع الكاستمر. ده بتاع الكاستمر الجهاز بتاعي الفريم بتاعه هل متقرض ولا لا وده بتاع مين؟ ده بتاع نيوترال بتاع السبلاي. السبلاي بتاعنا اللي هو الترانسفورمر صح ولا لا؟ هو ده اللي بيغذيني. كلمه حرف تي معناها تر معناها الايربس الارض. يعني ايه؟ قال لي يعني انا عامل نقطه النيوترال متوصله بالارض دايركت كونكشن.
يبقى ده حرف تي، يعني النيوترال بتاع الترانسفورمر ماله متقرب. طب الاي، كلمه اي دي معناها ايزوليتد، يبقى معناها ايه؟ معناها ان نقطه النيوترال انيرثد او في امبيدنس كبيره جدا جدا ما بين النيوترال والارض، كانها ايه برضو؟ كان الدايره اوبن سيركل، صح؟ يبقى ده الليتر الاولاني. طب الليتر الثاني اللي هو خاص بالفريم اللي هو كنت بسميه اي سي دي اللي هو الاكسبوزد كوندكتيف بار، حرف التي معناها ايه؟ معناه ان هو متوصل دايركتلي بايرث، يعني معمول له ايرث، ملوش دعوه بالايرث بتاع ده. تي معناها ايه؟ معناها ان انت في العماره بتاعتك دي انت عامل ارضي لوحده، ملوش دعوه بمين؟ بالايرث بتاع الايه؟ الترانسفورمر بتاعي. في عندي حرف ان، ان دي معناها ان الفريم هيتقرب، بس هل بالايرث بتاعه؟ لا، هيتوصل بمين؟ بالايرث بتاع السبلاي بوينت. بيقول لي جوه الان دي بقى في كذا سيستم، يبقى انا مش هعمل ارضي عند مين؟ عند الكاستمر. امال ايه اللي يحصل؟ البيت بتاعك هيبقى واخد الارضي بتاعه من مين؟ من السبلاي، عشان كده بيتسمى الان. تي تي واي تي وتي ان. تي ان جواها ايه بقى؟ حاجه اسمها تي ان سي، حاجه اسمها تي ان اس، حاجه اسمها تي ان سي اس، هنشوفهم بالتفصيل. يبقى افتكر هنا تي الاولاني معناه ايه؟ جدع ان السيستم ده معناه ان النيوترال بتاع الترانسفورمر متقرب. هنا الاكسبوزد فريم بتاعي بتاع الجهاز بتاعي معمول له ايرثن مع السبلاي. عارف كلمه تي ان سي معناها كومبايند، يعني ايه بقى؟ مش هيجيب سلك ارضي ثالث، يعني الفيشه اللي هي بتبقى ثلاث اطراف دي، لو هو عنده لاين ونيوترال وايرث، هو كان يستخدم كابل للنيوترال وكابل ايه؟ للايرث. ده تي ان اس، حرف الاس معناه سيبريت، معناه ان هو واخد كابل منفصل بالارضي ماشي من اول الفريم لحد مين؟ لحد الارضي بتاع الترانسفورمر بتاعي. امال السي ده اسمه كومبايند، يعني الراجل هيستخدم فرده النيوترال هنا ثاني هنا سان ايربس، عشان كده اسمها كومبايند. دي بقى سي اس، في جزء هيبقى كومبايند يعني بيمشي بالفرده بتاعت النيوترال وهي ايربس، ويجي يكمل المسافه بعد كده بفردتين، نيوترال لوحده وايه؟ ايربس لوحده. كل سيستم فيهم مميزاته عيوبه، والثلاثه سيستمز دول موجودين وافيلبل. مين موجود في المستشفى؟ مين موجود هنا؟ مين موجود هنا؟ الكلام ده هنعرفه. ماشي؟ يبقى حرف التي ده اتفقنا معناه تر او الارض. حرف الاي معناه ايه؟ ايزوليتد. حرف الان معناه نيوترال. حرف الاس معناه سيبريت. حرف السي معناه كومبايند. ماشي؟ تيجي نبدا باول سيستم اللي هو مين؟ تي تي. تي تي. اتفرج. ده متوصل بالتر، يعني متوصل بالارض. ده سبلاي، وده الاي سي بي بتاعي، الفريم بتاعي متوصل بالارض. وده السبلاي اهو يا جماعه، ده النورمال اهو. اول ما تحصل شورت سيركت التيار يمشي ازاي؟ للارض. ايه رايك في السيستم ده؟ شكله كويس. شكله كويس، حلو اهو. ده السبلاي، وادي النيوترال بتاعي اي بي سي، وادي الايرث بتاع مين؟ الباور سبلاي بتاعي. ده الجهاز بيسحب اي بي سي نيوترال، الفريم بتاعه متوصل بالبي اي اهو. الفريم بتاعه يبقى هو عامل ارضي مين؟ تحت العماره، منفصل عن الارضي بتاع السبلاي. حد يقدر يقول لي السيستم ده او التيار بيقول لي لو حصل مشكله فالكرنت هينزل للارض؟ ليه؟ اصلا تقريبا نفس الارض بتاعتي، يبقى مفيش تيار هيمشي في الايه؟ في نيوترال خالص، تيار شورت سيركت. ساعتها التيار شورت سيركت ينزل للجراوند. عملت مسار الفولت؟ لا، ما مسار الفولت كده كده تيار فولت اكيد هيمشي، مش كلها ايرث. مش هيرجع فين؟ هيرجع لكده وبس، مش هيمشي في النيوترال، هيمشي في اللايف واير. هي بتتكلم في نقطه كويسه، هي بتقول ايه؟ ما زال تيار الفولت يا دكتور ماشي كده اهو. تمام، ما هو لحد ما يبقى عندي سيركت بريكر يفتح الدايره، انا مش هفضل سايبه كده.
حد يقدر يقول مميزات التي تي اللي انت شايفة ايه قبل ما نقول مميزاته او عيوبه؟ ما احنا هنقول الاثنين. حد يقول لي كده هاي ديجري اوف سيفتي. عامل ده ارضي وده ارضي يعني مفيش زي ما بيقولوا كده. طبعا ده انت كمان مظبط الارضي اللي هنا ان مقاومه الارث تبقى صغيره جدا اقل بكتير من جسم الانسان في عمر ما عايش فيه طيار. والتاتش بوتنشال يعني عامل ديزاين رائع. وده بيعمل ديزاين بتاع مين؟ بتاع النيوترال بتاعي. فالراجل بيقول لي اعلى درجه سيفتي موجوده في السيستم ده. تاني حاجه بيقول لي الفولت كارنت مش هيمشي زي ما اتفقنا في نيوترا، لا ده هيبقى المسار بتاعه فين؟ في الارض. بيقول لي هيبقى فيه ستابيليتي لان نقطه النيوترال بوينت بتاعتي ارسد يعني بالبلدي كده. هل في اوفر فولتج يحصل ولا الجهد هيفضل 220؟ لا مش احنا لو ترجعوا لاول محاضره لما قلت لك نقطه النيوترال بتاعت السبلاي بتاعت الترانسفورمر لو ارسد سوليدلي ارسد هل لما بيحصل فوق هل بيحصل اوفر فولتج؟ لا بيحصلش. ما بيحصلش اوفر فولتج لان انت مخلي جهد النيوترال بزيرو. مظبوط اهو بزيرو. وبالتالي انا ضامن 100% ان الفولت هيفضل 220 صح. انما لو ايزوليتد ده مشكله ثانيه احتماليه يحصل اوفر فولتج. طب دي المميزات. عيوبه ايه؟ تكلفه. هو انا هعمل ارضي هنا هعمل ارضي هناك وتخيل بقى لو انا عندي انستاليشن عماره كبيره او حاجه فالموضوع بالنسبه لك هيبقى ايه؟ هيبقى مكلف صح ولا لا؟ more expensive. بيقول لي الفولت كارنت بتاعي بيبقى too small to be detected. ليه؟ التيار بتاع الفولت كارنت بتاعي بينزل زي ما اتفقنا تحت خالص في الجراوند. طب انا هسنسل ايه؟ تيار الفولت ده ازاي؟ فساعتها لازم اجهزه البروتكشن او السيركت بريكر ده اللي انت هتاخدوه مع دكتور هشام في الاخر خالص يوريك انواع البروتكشن ديفايسز بتتحط فين. لان على حسب نوع الفولت اللي بيحصل ممكن تبقى مركب ريلي حصل قفله ما حسش بيها خالص يبقى انت حاطه في المكان الغلط. الدي تي ده استخداماته بتبقى فين؟ بيقول لي تقريبا عند التاورز والكلام ده كله ابراج الكوميونيكيشن والكلام ده. ما ده لود بالنسبه لي فهو بيتعمد ان يحط له ايه؟ ارضي منفصل خالص عن ايه؟ عن الارضي بتاع السبلاي. لو عندي كونستراكشنز كبيره المحطات الكلام ده كله ليها ارضي. طب لو بتغذي مكان مصنع كبير الكلام ده كله فالمصنع يقول لك لا اعمل الارضي بتاعك بلاش تبقى من نفس الارضي بتاع مين؟ بتاع الترانسفورمر او بتاع السبلاي لما بتبقى عندي ابلكيشنز كبيره. طب ده التي تي اي تي سيستم. ركز اي تي اي معناه ايه؟ ايزوليتد. او انا عامل ايرثنج هنا بس بايه؟ امبيدنس عاليه جدا وده بتوصل بالايرث. الجدع يقول لي لما بيحصل فولت هل التيار ليه باث كونتينيوتي ولا لما حصل شورت سيركت هنا التيار يمشي كده ونزل هل هيرجع؟ مفيش راجع. طب واحد قال لي انا استفدت ان مفيش راجع جدع يقول لي اي تي ده ليه ميزه رهيبه او اي تي سبلاي ان ايرثد اهو ادي السبلاي نيوترال بتاعتي ان ايرث او ايرثد ثرو امبيدنس عالي وده ليه بروتكتيف ايرث. اتفقنا ان هو ليه ارضي عند الكاستمر بتاعي بيوصل الفريمز بالارضي ده الاي تي. لما بيحصل قفله التيار بينزل للايرث اللي موجود هناك عند اللود. طب سؤالي هل السبلاي هيتفصل؟ يعني هل الكهرباء هتتقطع عن اللود؟ لا. ليه؟ اكنها شغاله. ليه شغاله؟ الارض ده كانه حمل اكنه اشبه بالحمل فرقع الارض ده كانه حمل الارض ده كانه حمل يا طبعا. جميل. يعني في الاي تي هنا السيستم بتاعك كانه ايه؟ شغال عادي جدا كان السيستم فيبو. شغال صح ولا اي كلمه. هل الكهرباء هتتفصل؟ طب هو هيعرف منين ان في فولت حصل هنا؟ يعني في يا جماعه التيار بيمشي في الارض بس في تيار راجع في نيوترال. ما هو في مشكله جوه الانستاليشن بتاعي فمش شرط كل التيار ينزل. في تيار هينزل وفي تيار بيرجع. يديتكت الحته دي بمين؟ ار سي دي. يركب ار سي دي فساعتها يقدر يديتكت بقى. انما السبلاي هيفضل كونتينيوتي ولا لا؟ يعني هو في فولت حصل او مش شرط في تيار هينزل في الارضي بس محدش
في مشكله جوه الجهاز خلت ان في تيار نزل للارض، ولكن السبلاي هيفضل مكمل زي ما هو. ده بيستخدموه فين بالظبط؟ في الاماكن الحيويه جدا اللي هو مش عايز يقطع عنها الكهرباء. يعني ممكن زي ما انت قلت، وده بيحصل احيانا في ليكنج كده، في مشكله جوه الجهاز، فتلاقي ان لو اللي داخل له 10 امبير اللي يطلع من هنا 9.5، في نص امبير نازلين في الارض، في مشكله جوه الجهاز. المفترض تتظبط، تتحل المشكله دي، ويشوف الجهاز من جوه ايه اللي عامل الليكج اللي موصل صح للكوندكتيف بارت، ويبدا التيار ينزل. بس هو اللي يهمه ايه؟ ان الكهرباء مش هتتفصل عن السبلاي او عن اللود بتاعي. بص بقى بيقول لي في البيزك فيتشرز بتاعتك، بص على الرسمتين دول، حاجه اسمها فيرست فولت، حاجه اسمها سكند فولت. خطوره السيستم ده، هو ده ميزته، ميزته ان الكهرباء مش هتقطع. عيبه ايه؟ انا موصل جهازين، الجامعه اللي الاوضه حصل فيرست فولت، فالتيار يا باشا ادي اللاين كده ماشي على الاكسبوزد بارت اللي بره، وايه نزل للبي اي، واتفقنا هنا لو في امبيدنس عاليه فكان التيار بيبقى ماله اهو هيأثر او مش هيمشي، يعني اهو بينزل للجراوند. لو ما اتحلتش المشكله دي، عارف اللي يحصل؟ هيبقى الفيرست فولت ده يتحول لسكند فولت. جدع، ايه اللي حصل؟ ان الراجل بيقول لي مش انت الجهاز ده متوصل للبي اي دي ارضي، وده الاكسبوزد بارت متوصل للبي اي. ما هو ممكن وهو بينزل البي اي يبقى التيار يمشي هنا ويمشي على الكوندكتيف بار اللي هنا، ويحصل لا قدر الله لو ايه؟ لو ده كمان حصل فيه فوق، انتوا متخيلين؟ فساعتها اصبح ان بقى عندي كونتينوس باس ما بين فيزا وفيزا. يعني كمان ده بيتغذى من فيزز مختلفه، فساعتها بيقول لي ايه اللي حصل؟ السكند فولت دي معناها ان الفولت بتاعي او الكرنت بتاع الفولت هيمشي هنا ويمشي هنا. واضحه الصوره؟ ها؟ ان هنا حصل مشكله وهنا ايه؟ حصل مشكله. ان الكرنت بتاعي الطبيعي لما حصل مشكله على الاي سي بي بتاعه الكوندكتيف بارت بتاعي المفترض ينزل للارض، صح؟ هو لقى ان ده متوصل بالبي اي والجهاز الثاني متوصل بالبروتكتيف ايرث، وهنا كمان حصل فيه مشكله. فساعتها بيقول لي اصبح بقى فيه كونتينوس باس ما بين اللاين ده واللاين ده. لا ساعتها بقى ما فيش كونتينيوتي للسبلاي، ساعتها لازم اعمل ايه؟ لازم افصل الداون سيستم. بالظبط. فانا شارح لك هنا الفيرست فولت، وشارح لك ايه اللي حصل كسكند فولت. يحل الازمه دي ازاي؟ في جهاز لذيذ جدا بيعمل مونيتورنج، حاجه اسمها الاي ام دي. ده بيمونيتور الاي اللي ماشي في اللايف كوندكتور والنيوتر. لذيذ جدا، عامل زي اميت. وظيفته ايه؟ يمونيتور. يعني بالبلدي هنا شباب، لو انا عندي شورت سيركت حصلت مش التيار بيعلى، فانت نفسك دلوقتي ريلي بي سنس ان التيار على وبيبعت اشاره للسيركت بريكر، لكن ما عنديش مونيتور، ما عنديش حاجه تقول لي الاي اللي ماشي هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام، الا لو في بانلز او في بعض الالواح اللي موجوده. لا ده هنا بيبقى فيه جهاز لذيذ جدا كده بيعرفني كده ان لا ده في فولت، بتبدا تديني لامب كده تبدا تنور اسمها تريب، يحسسك ان في خلاص دي مشكله. اعمل تريب. السيستم ده مستخدم في البنوك، مستخدم في العنايه المركزه طبعا في المستشفيات والكلام ده، اللي هي الاماكن الحيويه اللي مش محتاج يفصل فيها السبلاي. هي مشكله؟ يبقى الميزه هتلاقيني كاتب لك ايه؟ بص بيحتضن. لا سيبه، ما احنا بنسيبها تهدى شويه. ده لسه هو. يبقى ميزة الطريقه دي ان هو ايه؟ مفيش شت داون للسبلاي، صح؟ بس على فكره معنى ان في التيار اللي رايح والراجع مش زي بعض، دي برضه مش حاجه كويسه. ان انت تقول السبلاي كونتينيوتي كل حاجه، ده معناه ان في مشكله في الايه؟ في الديفايس بتاعك. فلازم الار سي دي بتاعي او الارث فولت اللي انا مركبه لازم يديتكت، وساعتها انا لازم افصل الدايره واحل المشكله. لكن هو بيتكلم هل الموضوع ايرجنت ان يعمل تريب وفيها خوف على السبلاي وضرر للسبلاي؟ لا يا حبيبي، السبلاي ايزوليتد، يعني التيار اللي حصل بتاع الفولت ده عمره ما هيفكر يرجع ويمشي فين؟ في الوايندنج بتاعت السبلاي بتاع الترانسفورمر، فانت كده عامل بروتكشن لايه؟ معايا؟
يبقى ده السيستم اللي هو اسمه ايه؟ اي تي سيستم. يبقى خدنا تي تي، ده لي ارضي وده لي ارضي، وقلنا ده بيستخدم في الاماكن اللي انت تقدر تعمل ارضي للمبنى بتاعك عشان موضوع التكلفه والكلام ده كله. اي تي بيبقى ايزوليتد من عند السبلاي، ومن ناحيه الانستاليشن بتاعتي بيبقى ليا الارضي بتاعي. ميزتها ان انا في كونتينيوتي للسبلاي حتى لو حصل اي فولت جوه الجهاز. هناخد اخر سيستم بقى، معلش ان شاء الله هنلحق نفسي. السبلاي دي ايرث، الكاستمر بتاعي ملوش ايرث خاص بيه، امال بيتوصل بالايرث بتاع السبلاي عن طريق ايه بقى؟ هل هيوصلوه يخلوا كابل الايرث هو نيوترال، ولا يروح يعمل كابل جديد؟ عملوا كذا سيستم، عمل حاجه اسمها تي ان سي. سي معناها كومباين، يعني يعني النيوترال عند الحمر ولا ده كام؟ ده كام؟ بدأتوا تذكروا ولا لسه؟ ان شاء الله العيد. زي في طلبه تقول للدكتور بقى احنا هنبقى صايمين في الامتحانات ميد ترم في العشر الاواخر من رمضان، فطلعينا بقى يعني هنصلي وهنذاكر يعني ده احنا كده. فقلت له ادعي ربنا كده وانت ايه بتصلي كده ان ربنا يكرمك ان شاء الله. بص التي ان تي ان سي معناه ايه؟ كومباين. الله ينور عليك. يعني كابل نيوترال هو الايرث، فبيتسمى بن، بيجمعوا كلمه بي اي اللي هي بروتكتيف ايرث والان اللي هي نيوترال، يقول لك يبقى الكابل ده اسمه بن، ان هو شغال كنيوترال وهو هو نفسه اللي بيتوصل بالاي سي بي بتاع الايه بتاع الجهاز بتاعي اهو اسمه البن. يبقى في تي ان سي البروتكتيف ايرث والنيوترال بيبقوا كومبايند في سنجل كوندكتور. يعني انا مش هجيب كوندكتور لوحده كارضي زي السيستم اللي هو اسمه تي ان اس. ان اس لا، نيوترال لوحده والبي اي لوحده، بروتكتيف ايرث لوحده، انما هنا بيقول لي انا عامل كومبايند مع بعض. ده تي ان اس اهو يا شباب، بصوا بقى ده لاين ونيوترال، وهنا تي ده الايرث بتاعي، ده ملوش ايرث. امال ده بيتقرض ازاي؟ بيجيب كابل كوندكتور لوحده يبدا يوصله بالاكسبوزد اي سي بي، يفضل ماشي بيه لحد ما يوصله بالارث على السبلاي. فهنا هتلاقي كاتب لك بي اي وهنا ايه؟ النيوتر، ما بيتضموش على بعض، عشان كده اسمه سيبريت. فده بيبقى اسمه خمسه واير على فكره. لو سيستم عندي لود 3 فيز ساعات تلاقي الكابل مكتوب خمسه كور، واحد يقول لي هو ايه الكيبل 5 كور دي؟ اقول له ان بيبقى عنده الاي بي سي وعنده نيوترال وعنده البي اي بروتكتيف ايرث. تمام قوي. الثالث اسمه ايه؟ الجدع يقول لي تي ان سي اس. تي ان سي اس، بص عليه جزء بيبقوا سيبريت، برافو، وعمل لهم لينك هنا ويكمل بعد كده ببن، يعني نيوترال والارضي حاجه واحده. ليه جدع؟ عنده مسافه كبيره ما بين اللود بتاعه وما بين البتاع ده. الراجل يقول لك حرام انا هجيب كابل لوحده بروتكتيف ايرث المسافه دي، لا انا هيبقى عندي منطقه سيبريت لمسافه معينه، فيبقى النيوترال والبي اي منفصلين، ويبدا عند لينك معين كده يبدا يكمل بايه؟ بالنيوترال والبي اي مع بعض، فنرجع تاني للسيستم الكومباين، فتسمى تي ان اي سي اس. جزء بيبقى كومبايند وجزء بيبقى سيبريت. تتوقع الثلاثه حلوين؟ حلوين. ايه المميزات بتاعته؟ نو اوفر فولتج، بيقول لي low sensitivity، اي high leakage current، اي disturbance، reliable
بيديك ريتيرن باس لو حصل اي فولت او حاجه بيبقى فيه مسار للايه للراجع بتاعي. طب عيوب، بص بقى انا مجمع لك حاجه هتعجبك قوي. الحته دي متاخده من ستاندرد، بيقارن مين؟ تي تي بالتي ان سي بالتي ان اس بمين؟ بالايزوليتد اللي هو الاي تي. من حيث البروتكشن اوف لايف، البروبرتي بقى اجينست الفاير، بروتكشن اوف اكويبمنت، افيلابيليتي بتاعت السبلاي، كهرباء تفضل تمام. بيقول لي التاثير بالالكتروماجنتيك ديستربنس، وعطيك التقييم بيقول لك اربع نجوم دي معناها اكس، ثلاث نجوم يعني جود، نجمه واحده يعني بول. انا همسك معاك بقى ركز، دي ان الكهرباء ما تتقطعش، مين فيهم في السيستمز الاكس؟ اي تي لو اتفقنا ايزوليتد، فما فيش راجع، فبتبقى الكهرباء بتاعتي شغاله افيلابل صح. انما الباقي السيستمز مالها؟ اللي هي خلاص اصبح فيه عندي مسار للايرث فولت بتاعي، لا، فساعتها كلهم واخدين افريج. من حيث الالكتروماجنتيك ديستربنس، مين فيهم اللي بور جدا؟ بيقول لي التاثير بتاع الالكتروماجنتيك ديستربنس تي ان سي. ليه؟ جدع، انت عارف معنى ايه كابل نيوترال والبي اي حاجه واحده؟ يعني لما بيحصل شورت سيركت عالي، فالمفترض السلك اللي هو اسمه نيوترال ده اصبح بقى هو بي اي، يعني المفترض يمشي فيه تيار عالي، فبتبقى الالكتروماجنتيك فيلد بتاعي، فلازم الديزاين بتاعه يتحمل التيار الشورت سيركت ده لحد ما مين اللي يفصل؟ ابنا السيركت بريكر. ما انت قررت انك هتعمل الايه؟ البي اي ان سيستم او التي ان سي، فساعتها الكومبايند والنيوترال، يعني لو حصل اي ايرث فول هيرجع فين؟ هيرجع في نيوترال. وساعتها بيقول لي الالكتروماجنتيك فيلد او الديستربنس بتاعتي بتبقى سيئه جدا. من حيث البروتكشن اوف الايكويبمنت بقى للجهاز نفسه، دايما هتلاقي لما يبقى عندك تي تي، فاكر الحرف ده اللي هو ايه؟ ان الكاستمر ليه ارض، هتلاقي واخد ثلاث نجوم. انما لو هو متوصل بالان بتاعه الايه؟ السبلاي، بص واخد ايه؟ نجمه واحده. ليه؟ اكيد لما يبقى عنده ارضي، انا اللي براعي الريزيستنس بتاعت الايرثنج الكترود، وانا اللي عارف الديزاين بتاعي، فانا بحمي الجهاز. مفيش عرضه ان لا قدر الله الجهاز بتاعي ممكن يحصل له دامج عبر ما تيار الفوق يمشي المسافه بتاعتي ويروح لحد الايه؟ النيوترا بتاعت الترانسفورمر. فالكومباريزون دي يعني بتديك فعلا، محدش يقول مين افضل ومين كذا، دي بتديك البوينتس اوف كومباريزون. افضل من حيث ايه؟ هل لو انا بقول الباور سبلاي لا ده بيبقى كهرباء شغال، هنا الكهرباء بتاعتي هيحصل ديسكونكت. من حيث ان احافظ على الجهاز، لو انا عندي التي او التي معايا ولا لا. اصل في طالب تيجي انت تساله لما يتخرج انهي سيستم افضل، يقول لك تي تي. على اساس ايه يعني قلت تي تي؟ ده لي ايرث وده لي ايرث، وعلى حسب الابلكيشن. ما هو ليه عيوب ان ليه تكلفه، ان انت هتعمل تكلفه وانا اعمل تكلفه ارضي غير الارضي بتاع الترانسفورمر، الموضوع مش سهل. بص برضو مقارنه جايبها لك بالعربي، ان ما بين كل واحد فيهم، ما بين تي تي اي تي، حتى انت هتلاقي كاتب لك التطبيق بتاعه فين. بص الاي تي كاتب لك فين؟ مستشفيات، مواقع بتتطلب استمرار الخدمه، يعني في مشكله حصلت بس هو مش عايز يفصل الا في الكيسز الارجنت خالص. مين اقل تكلفه فيهم ومين اقل تكلفه؟ بص تي ان سي صح؟ مش انت النيوترال والايرث كابل واحد؟ والتي ان اس بعدين صح؟ ان انت في نيوترال والايه والبي اي بيبقى اوريدي، ده جايب كيبل وجايب كيبل. طب انا مش حاطط تي ان سي اس صح؟ يعني تي ان سي اس المفترض التكلفه ما بينهم ده. ليه؟ لان في جزء عندي كومبايند وجزء بيبقى متكمل مع بعض. هنا انا بقارن او بوريك انديكيشن للاي شورت سيركت لما يحصل، يعني ده تي تي، ده لي ايرث وده لي ايرث. تيار الفولت لما هيجي يمشي وماشي على الكوندكتيف بارت ونزل للايرث بذمتك، مقاومات الايرث بتاعتي هنا مش صغيره، فانا بفترض ان المقاومه هنا 5 اوم و5 اوم. تعالى اقسم ال 220 او 230 فولت على كذا، بص التيار طلع ايه؟ صغير.
عشان كده تلاقيني كاتب لك في المقارنه بتاعت التي تي تيار العطل او تيار الشورت سيركت فين؟ كاتب لك تيار العطل مال صغير. ليه؟ لان هو يا باشا اهو بيمشي على الايرث هنا وهنا. طب الجدع يقول لي ليه في الاي شورت سيركت في الانواع بتاع التي ان والاي تي؟ اي تي المفترض يا دكتور ان انا السكه هنا بتبقى اوبن، بس ممكن يحصل حاجه اسمها سكندري فولد. يعني لو انا فيرست فولد التيار بزيرو، لكن لو انا حصل سكند فولد فقلنا الجهاز ده والجهاز ده هيبقى فيه مسار ما بينهم، صح؟ الجدع يقول لي بص التيار هنا تقريبا بيوصل لكام؟ تيار الشورت سيركت عالي ليه؟ الجدع يقول لي ليه قسمت ال 230 فولت على 1/10 اوم دي؟ هو لما حصل في تي ان سي فولد الكرنت بتاعي مش بيطلع على الاكسبوزد بار ويمشي في السلك بتاع البن وينزل. هل المقاومه بتاعتي الواحد من عشرة دي هل دي مقاومه الايرسنج بس ولا دخل معاها مقاومه سلك الكوندكتور اللي ماشى في التيار؟ هنا يا شباب التيار ماشى في الارضي الارضي ارضي وارضي، وبالتالي المقاومات صغيره جدا. هنا هيمشي جوه مين؟ جو كوندكتور ليه كروس سكشنال اريا وليه ريزيستنس، وبالتالي اكيد مقاومته مش هتبقى زي مقاومه الارض. طب تبقى المقاومه بتاعته ليها قيم ريزيستنسز موجوده صغيره، فساعتها بيقول لي المقاومه او الاي بتاعي الشورت سيركت بيبقى عالي جدا. نفس الكلام هنا، ان انت برضو هتمشي في الكابل البي اي اللي واصل ما بين الجهاز ده والجهاز ده، فالمقاومه بتاعته اكيد بتبقى اصغر من مقاومه الارض. ما مقاومه الارض عمري ما هقدر اخليها نص اوم. انتوا متخيلين ان اعمل ايرسنج واحط كوندكتور واعمل الديزاين بتاعي؟ اتفقنا ان في ستاندر. انا قلت لك اللو فولتج لحد كام؟ 5 اوم. مهمه الديزاينات 5 اوم. فالراجل بيقول لي انا هنا تمام. فتخيل بقى لو انا جايب كابل وعارف الكروس سكشنال اريا بتاعتي وجبت المقاومه بتاعت النيوترال، فساعتها هتبقى المقاومه بتاعتك اكيد مقاومات صغيره جدا في الكيبل. فساعتها هو ده اللي بيخلي تيار الشورت سيركت. عشان كده تلاقيني كاتب لك ان تيار العطل هنا صغير، هنا التيار بيبقى كبير، هنا التيار بيبقى كبير. شكرا. بص بقى احنا ميتر بلاش ندخل فيه الجزء ده؟ ها؟ طيب مش هندخل فيه محاضرة النهارده. يعني حد السب ستيشن جريد اللي احنا شرحناه اخر محاضرة. تمام؟ ويعني ما حدش يقول ازاي الدكتور يجيب جريد وبتاع، دي وظيفتي يعني ده لعبتي ان انا اعرف امتحنك زي ما اتفقنا في التايم المحدد ليك. والامتحان هيبقى بص او فاصل. الامتحان هيبقى انا هعمله زي نظام انك هتحل في نفس الورقه، يعني هتلاقي السؤال موجود الورق متدبس وهتحل في السؤال وفي سبيس انا سايبها لك تبدا تجاوب في السبيس دي. في حد عنده اي مشكله؟ يبقى احنا اتفقنا الاسبوع الجاي هتبقى ريست بالنسبه لك كده قبل الايه؟ قبل الميت. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ شوفكم على